السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن اعلان جديد او نوع جديد من اعلانات الماسنجر او من اعلانات المسج، واللي من خلالها هقدر ابعت مسجات لكل العملاء اللي تواصلوا معايا من خلال الانبوكس بتاع البيدج بتاعتي. خلينا نشوف ازاي بنعمل ده مع بعض. كالعاده بنخش على الاد اكاونت بتاعنا، بندوس كرييت، بنكرييت الاوبجكتيف بتاعنا مسج، اسم الكامبين، اسم الاد سيت، بعد كده في الماسنجر وهنختار سبونسرد مسج. في حاله السبونسرد مسج انا كاني بقول للفيسبوك ابعت لي الاعلان بتاعي لاي حد تفاعل معايا من خلال الانبوكس بتاع البيج. هختار البيج بتاعتي، طبعا البيج هنا فيها صفر، فبصوا العدد هنا يعني هيبقى ميت تقريبا، هيبقى فيها اصلا عدد من البيج جديده. دي البيج اللي احنا كريتناها سوا. طبعا هو هيبقى صعب عليه ان هو يجيب المسج، ولكن خلينا بنقول ان هو هنا بيقول لك ان الاعلان ده هيوصل. بص هو هنا بيقول لك فير زان 1000، اقل من 1000، لانه اكيد ما في، هو اكيد اقل من 1000 يعني هو صفر. بعد كده هنا بيقول لك لو انت عايز تتارجت اكتر يو كان ريفاين ذيس اودينس، يعني ينفع افلتر الناس دي اكتر، افلترهم من هنا. ولكن بما اني اخترت هدف اني ابعت للناس رسائل على البيج او الناس اللي تواصلت معايا عن طريق البيج، فما افضلش استخدم اختيار الريفاين. بعد كده هنا في البليسمنت هنلاقيه باي ديفولت عملوا ماسنجر وعملوا على طول سبونسرد مسج. الاعلان بيوصل بالشكل ده كده، الاعلان بيكون بالشكل ده كده سبونسرد مسج. بعدها على طول هو هنا بيقول لك الاوبتمايز، هو انا ما قدميش غير الامبريشن والبيت كنترول، حاول هنا لازم تحط ماكسيمم بيت. بعد كده نقول له كونتينيو، اسم الاد، الاعلان بتاعي هيبقى صوره ولا تكست اونلي. خلينا نتست بالصوره، اقول له ابلود ابلود. رفعنا الصوره، بيبدا يقول لك اكتب لي التكست جريتنج، الرساله الترحيبيه او الرساله اللي في الاول. هقول له بما انه عميل عندي فهم جاي بيحاول اكلمه، او بما انه تواصل معايا قبل كده هحاول اكلمه بشكل ما على حسب اللغه اللي انا بتكلم بيها على البيج، سواء فريندلي او لغه فورمال. مثلا حابين، او انا حابب ابلغك يا بالعرض الجديد الخاص بكورس اعلانات فيسبوك. بعد كده edit title الايمج، اقول له مثلا كورس اعلانات الفيسبوك اعلانات الفيسبوك. يبقى دي الرساله اللي هتروح له، ودي الايمج تايتل. هنا في الكاستمر اكشن ما عنديش غير اختيارين اتنين بس، هو يا اما الكويك ريبلاي او الباتونز. باتون زي ما احنا فاكرين الزرار اللي بيخليه ياخد اكشن محدده زي انه يفتح ويب سايت. بعد كده الكويك ريبلاي الرساله لو هو مهتم، وده زي ما قلنا لو احنا حابين نربطها ببوت هنربطها. طيب خلينا نشوف نعمل بريفيو بشكل الاعلان ده هيظهر ازاي للناس او للعملاء بتوعنا. الاعلان ظهر جالي في الماسنجر على طول، انا حابب ابلغك يا كذا بالعرض الخاص بكذا، انا مهتم. المفروض بقى ان انت كده جالك رساله على البيدج ان العميل ده شاف المسج وقال انا مهتم. بعد كده بدوس له كونفيرم، مبروك عليك الاعلان، انك بتتواصل مع كل الناس اللي بعتت لك على الفيسبوك بتاعك مهما كان المده الزمنيه بتاعتهم. السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد.